أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن شعب مملكة البحرين ذو وفاء كبير لقيادته، ولبى نداء الوطن عبر المشاركة الواسعة في انتخابات 2018، ودائما ما يثبت ولاءه والتفافه حول جلالة الملك المفدى أيده الله. لله الحمد، شفنا العدد الكبير من الشعب البحريني اللي توافد على مراكز الاقتراع. ونعتقد الشعب البحريني في كل مرحلة مهمة من تاريخ البحرين يثبت هذا الشعب بأنه يملك من الوفاء الكثير. نحن في بلد نملك التاريخ، نملك القيم والمبادئ والوفاء، في حين أو في زمن الغير قد لا يملك هذا التاريخ أو في زمن النكران. فلله الحمد اليوم أثبت الشعب البحريني بأنه صاحب وفاء كبير، لبى النداء، وشفنا من خلال متابعتنا ومشاهدتنا كوسائل الإعلام وبمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام اللي سجلت في المركز الإعلامي منذ أمس تجاوز عددها 540 إعلامي من داخل البحرين، من دول مجلس التعاون ومن دول العربية والأجنبية. عشنا منذ الصباح الباكر لحظات تاريخية سجلتها عدسة تلفزيون البحرين والقنوات الموجودة. ما في شك بأن البحرين مستمرة في مواجهة الكثير من التحديات، ولكن نثبت في كل مرحلة مدى تكاتف هذا الشعب والتفافه حول القائد أيده الله. فنداء جلالة الملك لأبنائه لتلبية أو دعوة جلالته لشعبه لاختيار ممثلين في المجلس النيابي والمجالس البلدية، ننتظر جميعنا نتائجها بعد إغفال باب الاقتراع. أعتقد هناك كانت محاولات فاشلة كالعادة، وإحنا اعتدنا هذا الأمر عبر مجموعة بسيطة أو عدد من القنوات أو بعض الوكالات اللي حاولت أنها تستقي معلوماتها من فئة جدا صغيرة تعيش على هامش الحياة. وكانت آخر محاولاتها صباح الباكر اليوم شفنا أكثر من 40,000 رسالة، كما صرح مدير عام الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أتت من إيران، استخدم فيها بعض الأشخاص موجودين حاليا في إيران وبعضهم موجود في البحرين، ورجال الأمن يتعاملون مع هذا الأمر بكل حرفية. فالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا اليوم التاريخي. فعلا نحن نعيش يوم وطني شارك فيه أبناء الشعب. شكر لرجال الأمن على تسيير وتسهيل عملية الوصول إلى مراكز الاقتراع. الشكر لكل رجل ولكل امرأة قامت بواجبها الوطني. وسائل الإعلام في البحرين، سواء الصحافة أو أنتم في التلفزيون ووكالة الأنباء وإذاعة البحرين والمركز الاتصال الوطني، قمتم بمجهود كبير. أمامنا ساعات طويلة سوف تستمر من المتوقع إلى الصباح الباكر في انتظار النتائج النهائية. كما قلت، نحن اعتدنا على العمل الصعب، واعتدنا على المحاولات في التدخل في شؤوننا، ولكن نثبت للعالم جميعا بأن نحن نملك القدرة ونملك الكفاءة ونملك القيادة الواعية. صاحب الجلالة أيده الله ورحابة صدره وثقته في شعبه، كلها نحصد ثمارها في هذه الأيام التاريخية. فدائما نتمنى الخير لبلدنا. نحن نفخر دائما بتجربتنا السياسية.
ونتمنى أن نخرج بنتائج الشعب البحريني يختار فيها الأكفأ. أمامنا ملفات مهمة جدا، أمامنا تحديات كبيرة. الشعب البحريني اعتاد لا يلتفت إلى الوراء، دائما ننظر إلى المستقبل بثقة كاملة، نتبع فيها خطوات قائد مسيرتنا جلالة الملك أيده الله.